الحج من الأركان اللي ليها طبعا مكانة عظيمة جدا في قلوب المسلمين والمصريين تحديدا. الحج مرتبط بحياتنا، تحس ان هو ده الهدف اللي بنعيش عشانه احيانا. فكرة ان صفحتك ترجع بيضة وربنا يغفر لك ذنوبك ويسمع دعواتك من فوق جبل عرفات، ده حلم لكل مصري مسلم بيفتخر بلقب الحج والحجة من زمان. واحنا بنعمل زفة للحج وهو رايح وهو راجع كمان، وكنا بنزوق الحيطان بتاعت بيوتنا والشوارع عشان يتعرف ان في الحي ده في شخص حج بيت الله. كانت الحكاية بسيطة وسهلة، وكانت الاستطاعة للحج اللي هي القدرة البدنية والصحية قبل التكلفة والفلوس، وقبل ما يتحول الحاج اللي بيحج لبيت الله من حج لزبون. لكن مفيش حاجة للأسف بتفضل على حالها. صحيح كل حاجة ليها علاقة بالحج اتطورت وتحسنت، لكن قطر التطوير دايما بيدهس تحت منه ضحايا، والضحايا السنة دي مش بس كتير، دول ضحايا مستضعفين، ضحايا منصوبة عليهم. في ناس تقولك دول ماتوا موتة جميلة، لكن لو سألتهم هتعرف ان هما ما كانوش عايزين يموتوا. محدش يقولي دول ماتوا موتة جميلة، مش عايز اسمع الكلام ده. هما كانوش رايحين عشان يموتوا، هما كانوا رايحين عشان يحجوا ويرجعوا. عشرات المصريين ماتوا تحت نار الشمس في يوم كانت درجة الحرارة فيه 55 درجة مئوية في الظل، عشان ملهمش مكان لا في المواصلات توديهم من مكة لعرفات، ولا مكان تحت ظل خيمة، ولا أكل ولا شرب. وبعد كده نكتشف أن الناس اللي ماتوا دول ما كانوش مزوغين عشان يحجوا بشكل غير شرعي، ده طلع جزء كبير منهم منصوب عليهم، وفي 16 شركة سياحية على الأقل نصبت على الحجاج دول وسفرتهم بطريقة مش سليمة وسابتهم من غير أي خدمات. تاني ده بيتكرر، شركات بتسفر حجاج بتأشيرة زيارة وهم عارفين انهم هيبقوا ممنوعين من دخول مكة، وسابوهم يوصلوا للمسجد الحرام ماشي على رجليهم في دروب الصحراء من غير اماكن يناموا فيها، من غير خدمات. وقت التصعيد لعرفات خدوها مشي وكانوا بيموتوا هم في الطريق من ضربات الشمس والعطش والاجهاد، ومحدش بيدرى بيهم ولا حد بيتعرف عليهم ولا اي حد بيعرف دول مين ولا اي حاجة. الحقيقة قهر وظلم لازم يبقى الحساب عليه عسير. وانا الحقيقة بناشد خلية الازمة اللي شكلتها الحكومة انها تحقق في الموضوع ده بشكل صارم بشكل عنيف، لان دي مش قضية نصب، دي قضية قتل. ده مش اهمال من شركات السياحة دي، لا ده طمع قتل. أتمنى ما ينتهيش الموضوع ده بسحب رخص الشركات دي وخلاص، وشوية غرامات وشوية تعويضات. أتمنى بعد التحقيق كل نصاب من دول يتحاكم ويتحاسب حساب عسير. وقبل ده كله محتاجين ناخد خطوات أسرع في دعم أهالي الضحايا والتنسيق مع السلطات في السعودية عشان يتعرفوا على مصير كل حاج مختفي أو مفقود أو أهله عايزين يرجعوا جثمانه لمصر أو يخلصوا ورق رسمي يخصه. وده دور بتعمله حاليا وزارة الخارجية عن طريق القنصليات، وبيحصل تنسيق مع الجانب السعودي عشان يتعمل تحاليل دي ان ايه للجسامين المجهولة وعلاج المصابين اللي اتلحقوا واللي لسه بيتعالجوا في المستشفيات، عشان تنتظم بقى بعد كده عملية رجوعهم بالسلامة وتنظيم دخول المصريين اللي بيدوروا على أهاليهم، لأن في حالات مش عارفين يحددوا هويتها وإعلان وفاتها يترتب عليه حقوق ومصير ناس، وده عامل كسرة قلب وحزن كبيرة بين الناس. وإحنا بنعمل ده محتاجين كمان نشوف حل عشان اللي حصل ده ما يتكررش أبدا تاني. الحج عبادة، ركن من أركان العقيدة، مش مغامرة، مش انتحار. وطالما المناسك بقت متحددة بقواعد بضوابط بكيو آر كود بتنظيم بالمسطرة، يبقى لازم نشوف النظام ده هيتطبق إزاي من غير ما يكون في أي ثغرات بتكون سببها طبع الشركات. يعني هتلاقي الحج الرسمي والبعثة الرسمية ماشية منضبطة زي الساعة في منظومة الحج، ومنظومة الحقيقة شاركت فيها كل أجهزة الدولة، واللي قدمت مشهد منظم ومشهد منضبط. مشهد بوظه الطمع والنصب من شركات السياحة دي.
معنا على التليفون باسل السيسي، عضو الجمعيه العموميه لغرفه شركات السياحه. اهلا بحضرتك معانا في مصر جديده. دلوقتي مجلس الوزراء كلف بسحب رخصه 16 شركه سياحيه وتحويل مسؤوليها للنيابه العامه. هل الشركات دي ضحكت على الحجاج ولا الحجاج هم اللي خدعوا الشركات؟ يا فندم حضرتك قدمت مقدمه كبيره طويله وشرحت فيها وسردت كل شيء وبنيت حقائق وقضايا واعطيت حكم دون ما نظر لسماع راي الاخر. ما احنا لما انا مكلمه حضرتك عشان اسمع ده رايي انا قلته، بس انا ما قفلتش عند رايي ودخلت على الموضوع اللي بعده. انا خلصت رايي وبكلم حضرتك عشان تقول بقى حضرتك رايك ايه، ولكن المشهد مش حلو. كلنا اسى وحزن على ما حدث في موسم الحج للناس اللي حصلت المصريين او غير المصريين، لان الحقيقه الموضوع ما كانش يقتصر على مجموعه من المصريين، ده كان من كل جنسيات صحيح. العالم من الحجاج غير النظاميين اللي طلعوا بتاع الشركات. بس احنا عددنا كبير شويه، احنا العدد الاكبر. الاغلبيه الاغلبيه لان احنا لينا صفه خاصه في محبتنا للعقيده والايمان والعقيده الدينيه بتاعتنا راسخه ودايما عندنا شغف للحج باستمرار. فخلينا نقول ان الموضوع كلنا اسى وحزن عليه وكلنا يعني فعلا مش يعني خارجين من موسم المفروض ان احنا نكون سعداء بان احنا قضينا فريضه الحج، لكن بالعكس احنا زعلانين شويه. طيب بخلاف رايي في حقيقه ان هو مجلس الوزراء كلف بسحب رخص 16 شركه سياحيه، دي حقيقه، ده مش راي. انا هكلم حضرتك 16 شركه دي صدر قرار بايقافها عن العمل في مجال اصدار تاشيرات الباركود من 22/5 من شهر مايو اللي فات. لسه النهارده بسبب انها من ملاحظ تم ملاحظتها من قبل وزاره السياحه اللي هي الرقابه عندها بان عندهم اصدار لباركود لتاشيرات الزياره بحجم كبير يتخطى الطبيعي. وبالفعل تم ايقافها من هذا التاريخ ولم تعمل من قبل الحج ما يقرب من شهر تقريبا. يعني القرار ده قرار الوزاره باعتبارها الجهه الرقابيه خدته لما وصلها رساله ان بتقول ان هناك تساهل في عمليه اجراءات الباركود. طب تعالى خلينا نعرف الباركود. هو ايه الباركود؟ الباركود ما هو الا اصدار موافقه من على سيستم البواله لاي مسافر بتاشيره زياره عشان يقدر السيستم يسافر السعوديه. احنا كلجنه مكلفه للعمل بدعم الحج السياحي كلفت من جانب وزاره السياحه ومن جانب الاتحاد المصري للغرف السياحيه استشعرنا الامر وخطوره الامر ده من شهر شعبان اللي فات. وعملنا مشروع وقدمناه لوزاره السياحه طلبنا فيه ان يكون هناك تنظيم لسفر من حاصلين على تاشيره الزياره ايا كان غرض السفر بتاعهم. التنظيم ده طلبناه وحطيناه قواعد وللاسف الموضوع درس ولم ياخذ مأخذ الجديه ولم يؤخذ به واستمرينا في العمل باصدار باركود باعتبار ان هو كانه طابع دمغه بالظبط يعامل معامله طابع الدمغه. مع حضرتك ليه؟ لان ليس هناك تنظيم وليس هناك مراجعه للبرنامج وليس هناك مسؤوليه للشركه عن سفر الراجل اللي طالع تاشيره الزياره طبقا للقانون البوابه المعمول به. فبالتالي التنظيم نخضع ليه من خلال البرامج التي تنظمها شركات السياحه واللي هي مسنده يعني كل شركات السياحه كلهم شغلهم كان تمام وهم مفيش اي شركه فيهم مسؤوله عن اللي حصل خالص؟ طبعا. انا بحط هنا كلنا في موضع التهم الى ان تظهر الحقيقه. يجب ان يتم التحقيق بشكل كامل واتصال بجميع المسافرين للمملكه من خلال تاشيره الزيارات. وسؤال مين اللي ادى تاشيرات الزياره؟ مين الزياره؟ لا دي بتحصل عليها بشكل شخصي، ما لهاش علاقه بتاشيره الزياره بالمره. ده بيحصل من خلال شخص بشكل شخصي او من خلال شركه الحق عماله مش من خلال شركات سياحه. وفي الحاله دي هيسمعوا من الناس المسافرين هيشوفوا حاجات حقيقيه عشان نقدر نعالج صح. لكن لو احنا اعتمدنا على ان احنا 16 شركه وزاره السياحه احتياطيا اوقفتهم من شهر وفات من قبل الحج بشهر ان هم دول المدانين، لا في ممكن يكون في ناس غير كده وممكن يكون اكتر من كده وممكن يكون في ناس ثانيين خالص مش هم دول. قصدك حضرتك بتتكلم كمان عن شركات العماله وكانت وهميه استمر مصر كلها من اول شهر رجب بالظبط من 6 شهور بتعلن على السوشيال ميديا. كيانات وهميه بتعلن على السوشيال ميديا احنا تعالى وطبعا يغروا الناس بالاسعار اللطيفه.
شركات السياحه تعلم مدى المسؤوليه القانونيه في انها تسفر زائر للحج انه ده مخالف ومعرضه لالغاء الترخيص. مش هقول ان ما حدش عمل، لكن يجب التحقيق ونتاكد ان هناك عمل تم بالفعل. اما ان احنا كل ما نثير الحوار نقول شركات السياحه، لا احنا اكيد مش بنقول كل شركات السياحه، اكيد احنا عندنا في مصر شركات سياحه محترمه جدا. انا شخصيا اتعاملت مع شركات كتيره مصريه محترمه جدا كويسه جدا، ولكن ده مش معناه انه مفيش بعض الشركات اللي بتستغل الحجاج علشان يعني يعملوا طرق غير سليمه لدخول الاراضي المقدسه وهم مش مصارح ليهم بكده. عاوز اقول لحضرتك ان احنا عندنا وزاره السياحه اللي هي ممثله الدوله المصريه بتحط قواعد وضوابط للعمل شركات السياحه، وكل سنه اكيد بيتم مراجعه العمل بتاع كل شركه، واذا طبقت الضوابط بتبقى شركه موجوده وكيان كامل ومكتمل، لو ما حصل بيتم ايقافها عن العمل او الغاء ترخيصها. نعم ده مش جديد والشركات تعلم كده. نعم من الممكن، مش بقول ان انا مش بنفي عن كل الناس، لكن انا بقول لابد من تحقيق. لازم يحصل تحقيق بالظبط، انا بضم صوتي صوت حضرتك متفقه معاك على كده، تحقيق وكل واحد يتحاسب. والتحقيق يجي من معلومات من الحجاج وليس من صحيح. الحجاج هم اللي هيقدروا يدونا المعلومه الحقيقيه، هو اتعاقد مع مين؟ وادى فلوسه لمين؟ واتفق معاه على ايه؟ هتظهر حقائق احنا كلنا لما نسمعها هنشوف قد ايه الكيانات المهاميه ملصقه بقطاع السياحه. طب انتوا دوركم ايه اما تشوفوا الاعلانات دي اللي فيها الكيانات وهميه؟ حضرتك كعضو للجمعيه العموميه لغرفه شركات السياحه. بناخد المعلومات دي وبنخطر بها وزاره السياحه، وزاره السياحه دورها فني اداري فقط، بتخطر الجهات المسؤوله عن المتابعه بالنسبه للموضوع، لكن احنا من عشان من الاول من المنبع نقفل الحته دي. اشكرك انا عاوز انا عاوز اضم صوتي وصوتك في حته ثانيه مهمه جدا. احنا بنشتغل زي ما بنطلع حج عمره بنجيب سياحه من خارج لمصر. النهارده بنعاني معاناه شديده جدا بسبب الكيانات الوهميه صحيح اللي بتسوق لحالات لمصر. ده موضوع مهم بالنسبه لي في الاخر، انا كمواطنه عاديه مش متخصصه زي حضرتك في السياحه، بالنسبه لي دي شركه سياحه. انا هقول لحضرتك احنا بنعاني كمصر لان يتم حرق اسعار مصر من خلال هذه الكيانات، انها ما حدش بيسالها، ما عندهاش اي التزام، ما عندهاش حقوق. صحيح. وبالنسبه لي انا دي شركه سياحه، والشركه السياحه دي نصبت عليا. وبالنسبه للاجنبي هو شايف ان دي شركه وبيتعامل معاها، ويكتشف ان هو جه وخضع راح وفي النهايه بيحكم على مصر كلها من خلال هذه. يبقى احنا هنا انا وحضرتك وصلنا لنقطه مهمه، الشركات والكيانات السياحيه الوهميه اللي احنا مش عارفين لها اول من اخر. اشكرك شكرا جزيلا استاذ باسل السيسي، عضو الجمعيه العموميه لغرفه شركات السياحه.